توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة. أوجه بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية. أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا، ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم.